ماستر شيف، أكبر مسابقة طبخ للهواة في العالم، تعود إلى الجزائر في موسمها الثالث. هنا في هذا لاتولي يراكم رايحين تفرحوا تتقلقوا تتنافسوا بالك تتجرحوا وبالك تفوزوا بلقب أحسن طباخ حاوي في الجزائر. أنتم من هواة الطبخ؟ راكم حابين طوروا معارفكم في الطبخ على يد حكام استثنائيين؟ راكم حابين تعيشوا مغامرات لا تنسى في مناطق مختلفة من الوطن؟ إذن جربوا حدكم باش تتحصلوا على لقب ماستر شيف الجزائر الموسم الثالث. سجلوا نفوسكم على الموقع www.masterchefalgerie.com. ماستر شيف الجزائر هي مسابقة طبخ خاصة بالهواة فقط. في العام الماضي 14 متسابق شاركوا في الموسم الأول تاع ماستر شيف الجزائر. رفيق توج باللقب الراقي ماستر شيف الجزائر 2016. تبعت لا سيزون 1 دائما نقولها لو كان تشد في بلاصتهم. في هذا الموسم الثاني من ماستر شيف الجزائر 13 طباخ هاوي انطلقوا بدورهم في المغامرة. مالغري خليته مريض في حالة مني تحديت الظروف وجيت باش يعرف باللي باباه يخمم عليه. عمرهم ما بين 19 و50 سنة وجايين من جميع أنحاء الجزائر. كامل يحبوا الطبخ وهدفهم الوحيد هو أنهم يلحقوا الأبعد ما يمكن في المنافسة. لازم على الطباخين الهواة يتجاوزوا عدد كبير من التحديات في لاتولي ماستر شيف، ولهذا يلزم على المتسابقين 13 يكونوا في المستوى اللي تشترطوا لجنة التحكيم. الحكام توعنا ولاو في هذا الموسم الجديد. ياسمينة سلام عميدة الطبخ التقليدي الجزائري، رابح أوراد متخصص في البيسترونومي على الصعيد العالمي، ملاك العبيدي متحصلة على شهادات من طرف معاهد معروفة دوليا في فن الطبخ وإدارة المطاعم. في هذا الموسم الثاني المسابقة بين الثروة الهائلة تاع تراث الطبخ الجزائري. في ظرف 8 أسابيع رايحين يتنافسوا في كامل أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب، من الشمال إلى الجنوب. هل هاد 13 طباخ هاوي اللي تم اختيارهم من بين الأحسن رايحين يتحملوا الضغوطات تاع هاد المنافسة الكبيرة؟ جامي جامي سور لا بو نو يا قتلنا دوز اسيات ما قبلناهم تاع واش دايسها. هل رايحين يتغلبوا على المشاعر ديالهم؟ الفائز راح يربح مبلغ بقيمة 5 ملايين دينار بالإضافة إلى تكوين في لانستيتيو بول بوكوز الفرنسي. ما بكونش واش نشارك ماستر شيف؟ أنا هو ماستر شيف. لازم عليهم يتجاوزوا أكبر عدد ممكن من التحديات ويحلموا بالحصول على لقب ماستر شيف الجزائر 2017، لأنه في كل أسبوع واحد منهم راح يغادر المغامرة نهائياً. في الأسبوع الماضي من ماستر شيف عشنا جزء من المنافسة في مدينة وهران، في تحدي التعرف على الحمضيات. حتى واحد ما قدر يتغلب على مونيا، بالتالي تحصلت على المئزر الذهبي. تفضلي لبسي المئزر الذهبي. ودائما في وهران المتنافسين تواجهوا في فريقين، الاولاد ربحوا في هذا التحدي الثاني والبنات جازوا في الاختبار تحت الضغط. وفي تحدي الديول كريمه غادرت المغامره نهائيا. اليوم حاسينك وصلت للحد بتاعك، نجمش تقدر تمشي ابعد. We'll be right back.
المترشحين 7 اللي مازالوا دخلوا في الأسبوع الرابع من المنافسة وراهم متشوقين باش يعرفوا موضوع هذا التحدي. الحمد لله ديجا راني وصلت لهذا الأسبوع، حاجة مليحة. بيان سور ما كاش إبخوف تاع ماستر شاف تجوز بلا صندوق العجل. راني هكذا. ربع أسابيع من اللي بدات حصة ومغامرة ماستر شيف، كما رانا نشوفوا بقيتوا 7 برك اللي مازالكم تتنافسوا على اللقب، بصح ردوا بالكم لا فينال لاحقا. دينامو 13 دوك رانا في 7، تسمى لازم الواحد يخدم أكثر على روحه باش يسمح له الفرصة أنه يكمل في المسابقة هذه. كي نلحقوا السمانة الرابعة يبدا يطلع لنا التخمم تاع فينال، تاع أنا اللي رايحة فينال. شكون نخير؟ نخير باغ إكزومبل هاجر. اسكو بديتي تأمني شويه باللقب؟ سي بون دخلت في اللعبه. صاي وي تما راكي تصوري روحك اون فينال وبالك ما تدي. سي بون خلاص راني نحس روحي مؤهله باش نكون ماستر شيف وعندي الامكانيه باش نوصل لا فينال ان شاء الله. وانت نسيم انت اللي عمرك ما تجوزت اختبار تحت الضغط، اسكو راك تصور روحك تلحق اون فينال وتربح اللقب؟ سي بون نحيت ستريس، نحيت الشيء اللي كان خوفني. نحيت ستريس واش درت؟ قنعت باللي سي بو انا نقدر ورايح نقدر وراح نوصل باذن الله. ان توكا ليكم كاع ما تطلقوا والو واعطيونا احسن ما عندكم، خطر كل واحد فيكم يقدر يتوج باللقب هذايا ويفوز بماستر شيف 2017. راني موتيفي، راني نستنى سورتو واش راهو يستنى فينا هاد السمانه، دونك واش من خرجه راح يخرجونا لي جوري تاوعنا. هاد الاسبوع لي شيف تاعنا هم حابين يعرفوا هل تحسنتوا في الطبخ تاعكم، دونك هم حابين يختبروا لي بروغري تاعكم في الطبخ. كنت حاسبه باللي طياب يشفيك طيب ماكله بنينه وتحطها بون فاسون كوريكت، هذا هو طياب. اي ماستر شيف فريمون بدل لي النظره تاعي اللي عندي على الكوزينه وعلى الطياب اون جينيرال. هم رايحين يحطوكم في الظروف تاع اي طباخ ولا طباخه جزائريه، راكم رايحين تحسوا روحكم كيما في ديوركم، وهذا الشيء يبدا دوك بلي بوات ميستير اللي محطوطين قدامكم. في الطبخ العائلي اللي فكرت معي هي مالا يرحمها، باسكو اي واحد عنده مو راح يشوف غير مو اللي طيب في لاكويزين، دونك بالك هذه العسل اللي حتفكرني بزاف في العائله. شيف رابح اعطينا نانديس، قلنا واش كاين داخل في البواطه قبل ما نديكوفريوها، فهمنا. قلت بالك يكون حوت ولا يكون لحام ولا حاجه تريح ولا يتنشم هكذا ما كان والو. في لي بواط تاعكم كاين لي زيليمون باش دير بلا لي شغل مقود، كاين بارتو في الجزائر الناس كاع يديروه كو شغل امبوسيبل، كون تنحيه ما تبقى والو، ما عندك ما تاكل ولا شغل بلا ناسيونال تاعنا. كنت نتخيل كارانتيطا لي زانغريديون تاع كارانتيطا حنا نوجدوها ونبدعوا فيها، كنت نيماجيني حاجه تروح في لا سامبليسيتي. جاني في راسي ديريكتومون ان فلاش على واش صرا في ماستر شيف 2016، كي مدوا لهم ثاني ان باني معمر، مي معمر بالحوايج اللي نصيبوهم في الدار. هيا تقدروا ديكوفري وترفدوا البواطه، تفضلوا. حليت لا بواط ميستير، شفت اون فريتو، شفت البطاطا، قلت يا لي فريت. وفي شحال كنت متشهيتهم لي فريت، ستيك فريت اي لايك ات. غير رفدت لا بواط ميستير شفت لا فريتوز والبطاطا، صارت هذيك العرقه هنا. اليوم طالبين منكم، عندكم فريتوز صح وعندكم بطاطا صح، بصح ما ديروش لي فريت. هذا الشيء ما كانش فريشترو ليا، وكونتر هذا الشيء فرحت له وجاوني بزاف لي زيدي في راسي. دونك اليوم بسطنا لكم في المكونات اللي عندكم في الحانوت، على خاطر حبينا فريمون نحسوكم نقول عليكم في دياركم، وخاصكم تستعملوا البطاطا اللي هو المكون الرئيسي ديال لو بلا ديالكم بالفريتوز. اما ردوا بالكم ما نحبوش حاجه تعوم في الزيت. لا فريتوز دي بوم دو تيغ، ما ديريش لي فريت ماشي غير سي فريستران. كاين بزاف حوايج تقدر ديرهم بلا فريتوز، حرك راسك تخرجوا لنا حوايج كومبليتمون ديفيرونت. حاجه شويه اللي قلقتني اللي هي الفريتوز، مش ما بنخدم بها لا فيريتي، انا ما بنخدم بالمقله. يا جماعه ردوا بالكم، خاطر الشيء اللي ما على بالكم شبيه هي انه اللي يفشل في هذا التحدي وما يقنعش للشيف تاعنا انا رايحين
نبعته مباشرة لاختبار تحت الضغط وما يقدرش يجوز لاختبار ثاني تاع هذا الأسبوع. بس حكيني البون نوفيل، زوج أحسن متنافسين فيكم في هذا التحدي، أنا راح نعطيه لهم أن أفونتاج، أفونتاج كبير بزاف بزاف اللي يقدروا يستعملوه في التحدي الثاني تاع الأسبوع. المشكلة ما على بالناش هاد لي زافونتاج واش هما، دونك راني متخوفة شوية ونتمنى إن شاء الله نكون أنا مع هادو زوج. مالا ركزوا مليح، عندكم ساعة ونص طياب باش تبدعوا بالبطاطا. راكم واجدين؟ وي نظن راهم واجدين. أعطيو لهم توب ديبار. ثلاثة زوج واحد إبداع. عندهم ساعة ونص باش يخدموا أحسن الأطباق باستعمال المكون الرئيسي اللي هو البطاطا. لازم عليهم يبهروا الحكام لأنه في نهاية التحدي واحد منهم راح يجوز مباشرة للاختبار تحت الضغط. كي شفت لي فيوند وشفت الدوارة وشفت هذيك الريه قلت سي بون اليوم غادي نطيب بلي زابا. مع البداية كنت تقريبا ما على باليش واش ندير، نخير في الخضرة دي فوا حوايج ما لقيتهمش، كنت حاب نضيف البيضنجال مي ما لقيتوش. رحت للحشاوش جبت زعيترة وجبت الحلحل والمعدنوس، وكي جيت خارج شفت الكبدة تما ديسيديت اكزاكتومون لا روسيت. كيما تسمع مع الاول انه عندك بطاطا عندك فريتوز ما ديرش لي فريت تخاف تقول واش راح ندير انا من غير لي فريت، مي كيما تبدا تخدم ودنك للوقت يبداو الافكار يجوك وحدهم. خيرت الخضرة تاعي اللي راح نستعملها ودوك ان شاء الله ندير حاجة تعجب لي شاف. موضوع شويه صعيب انك يعطوك لي فريتوز ويعطوك البطاطا والبروبليم مكونات نتاع كل يوم، يعني ما كاش حاجه جديده تقد تبدع فيها ولا لا، مكونات اللي عندنا حنا دائما في الفريجيدار ويقول لك دير بها ان بلا اللي يكون يخلع ولا. خممت بلي الدواره اليوم راح نديها ونتميز بها ونديرها في ان بلا غاستخونوميك اللي يعجب لي شيف. الحاجة الأولى اللي راني عارفة راني متأكدة منها بلي جو سي أونطخان دو بخوندغ أن ريسك كبير، والحاجة الزوجة سي بون لي زيدي راهم في راسي وخلاص وأون فيغا إن شاء الله غير يكفيني الوقت باش نحققهم. لي شيف تاعنا اليوم حبوا يديكوفريو فينا حاجة واللي هي وين رانا واصلين بليماجيناسيون تاعنا في لاكويزين. لا روسيت تاعي دي سيربريز بالبطاطا في الفريتوز. كي راني نطيب راني كونفيونت خاطر على بالي بليك لاسيت تاعي راني رايحة نابليكيها كيما ايماجينيتها في راسي. سامبل ايفيكاس. راني نوجد في البولي تاعي نقيتو نظفتو ناحية لي بلون وهاكا نفاسونيهم بالبابي فيلم باش يطيبوها باس تومبيراتور. لا روسيت اللي راح نخدمها اليوم فيها بزاف لي تكنيك. الدجاج تاعي حبيت نطيبو بأون تكنيك جديدة عليا، ما حبيتش ندخل بزاف خضرة. رفدت البطاطا خدمتها على ربع اشكال، درت اون بيري دو بوم دو تير خلطت فيها لا بوم فيرت التفاح الاخضر اللي يجي قارص فيه الحموضه. يوسف صباح الخير شيف. صباح النور لاباس. اليوم راح نريفيزيتي واحد طبق جزائري واسمه طاجين الخوخ. دونك هما سي دو لا فيوند فارسي داخل البطاطا ونقليوها وجينا شغل ندورها شغل كي دي كروكات كي ناكلو جي داخل اللحم. حنا ما في دو لا فيوند شي اليوم درت كبده. الفكره نتاعك ماهيش خايبه بالكل. كي جات لعندي شيف مالك طلعت لي المورال بزاف على خاطرش قالت لي يوسف فكره مش خايبه وراك مليح. دونك تماتيك فهمت باللي ما رانيش اوكسجين. ابن حاجه في البقعة هذه هو المقلة اللي طيبت فيها الكبدة. أوكي اللي هي كاين فيها كاع لي زيليمون لي سوك نتاع الكبدة. دونك امسحها ودير بها ان جو باش تعمل لنا حاجة طب. يلا بون كوراج. لاخر نسيم مرحبا بك. احكي لي رابيدمون كيما تخدم ما تحبش رابيدمون راح ندير دي سيربريز. دي سيربريز؟ وي. غادا بك؟ وي. دي سيربريز اكثر منهم. لازم يكونوا بنات لي سيربريز تاعك ان شاء الله باذن الله. عندي البطاطا خدمتها ديجا عصرتها بيان خليتها تشرب باش ما تبقليش الماء. درت البولي تاعي قليته بيان درت لا سيزونمون درت شي فرماج. ديكوفريت بلي لي شيف كي يجيو يعطيوك دي زانديس يحبوا يفهموا وين راك رايح يقول لك اسكو وي ولا نو. اليوم دالتك واقيلا يا شيف واقيلا اليوم راك رايح ديرك هذا شيف عايشك. هو باذن الله ما نخدم بها العفسه ديالك ما تزيدش تكون حاجه ناشفه باسكو هذا ناشف انا عندي بون فرماج وكذا دوك شوف شحال خرج
وكتب لي على الدريساج. انا الوحيد اللي مازال ما دخلش امتحان تحت الضغط، حاجه مليحه الحمد لله، نشكر ربي ونحمدو. هاجر صباح الخير، واش راح ديري؟ بغيت ندير لكم دواره بالمعقوده وفيزيتي. راح نحيل روح دي شونس باه تجوزي، باسكو لا ماشي طايبه الدواره ما نقدروش ناكلوها. سينو جو شونج نقبل لو كونساي جو شونج غير لا استراتيجي. انا جو كونسيليا تخليتي الدواره وانت مقتنعه بها، تفضلي بصح انا نقول لك اسكو راكي متاكده من اللي قلت لك. فريمون اون جوليان صغار في القاع، اون اسبيرون كو طيب. فريمون راني حابه ندي هاد لو ريسك باش فريمون تميز على ميزامي وباش بالك بوكوا با تكون كود كار. واش ما نحشيش معاها؟ الرنت والقصبر. قالت لي كاينه واحد الحاجه امبوغتونت كنديروها في الدواره، قالت لي النعناع. الدواره ديما بالنعناع نورمال ما قاوي. فهران ما يديروش بالنعناع، من ندير شي نعناع على جالك. على جالك دعواتك. ميرسي. عايشوشة؟ عايشة. مش حالك؟ لاباس. احكي لي وين باش تستعملها البطاطا؟ البطاطا ها هي من رحياها، من بعد نديرها كشغل شغل بطاطا هكذا سوفلي ولا عصا طالعه ونديرها في. عندك لا غوسا ديال البطاطا سوفلي؟ نورمالمون بلون دوف. رد بالك، ها لازم تكون عندك رايسة اون غوسا صحيحه ومضبوطه. كنت مازال ما ديسيديتش واش من صوص نحطها ولا واش نحط في الكوم صوص ولا حاجه اللي تلي لنا كاع حد لي برودوي تاعنا. لا صوص حاجه راهي مهمه بزاف في ان بلا. اوكي بديت في ديك الدقيقه نبريباري في لا صوص تاعي. مونيا صباح الخير. صباح الخير. واش راح ديري لنا؟ جو فير دي كروكيت ا باز دو بوم دو تير، وحده تجي دايبه والاخرى تجي مقرمشه. البطاطا تاعي طيبتها دون دو سافران و دو كركما باسكو دي جون. درت شويه بصيصات تاع الثوم بور لو دوني دو كو. لو بلا ديالي ما فيهش بزاف لي تكنيك، قعدت في لو دومين دوميستيك، قعدت كشغل راني في الدار، كي نكون في الدار ما فامي زعما لو كان نحب جو لوغ في بليزير واش نطيب لهم. جو بونس كو كي عفونا كي ماشي. وي ربي يسرك بخير ان شاء الله. عزول عبد الرزاق. صباح الخير. صباح. شنو تخدم انت؟ راح نسيي ندير اون بوم سوفلي. اها. وندير. تعرف دير بوم سوفلي. نقطعها بلا موندولين ونحطها طيبه 120 دوغري حتى تولي ترونسلوسيد، ومن بعد نحيها تنشف نطلع على تومبيراتور تاع الزيت. لي بوف الاخر طيبتهم ديجا؟ طيبتهم مقليه حتى تتحمر كروستيون. تجي شغل ستا رابيل برك. صح لازم يتنيطوايا وعلى بالك. بيان سور بيان سور نيطوايهم نقيهم بيان سور بيان سور. كنت نقدر ندير حاجه سهله، حاجه ما تسحقش بزاف خدمه ونديرها كيما باغي وندير الكو وندير كلش. مي لا لا الطبق اللي حبيت نقدمه اللي شفته وعنا ما فيهش ريسك واحد، فيه بلوجور ريسك. ابدا طير من دوكا سبيدي الحاله هكذا بلا ما تقطع روحك. يوسف واش راح تدير بالبطاطا؟ البطاطا تاعي حطيتها هكذا. ودرك هكذا نسي نقليها باش نقليها هكذا. عشيشات عشيشات باش ما نفخسيهم من الداخل. وي جو بونس كو راك عارف وينك رايح. وبي ليدي تاع العشيشات موا انا عجبتني. كملك بيها. هو الحاجة اللي ما كنتش نستنى فيها انه العش هذا كيما درتهم باش يطيبوا ما حبش تفصل ديك الصفايه بقات حاكمه لهنا. وليت سما لازم نخمم بحاجه غاصبه، ما بقاش الوقت بزاف باش نعاود واحد اخرين. راني نقلي في البطاطا اللي خدمتها. الفكره الاولى ما صلحتليش، خطر صرا لي بروبليم معها، سما وليت لازم عليا نبدل الفكره باش نلحق في الوقت. يوسف الصغير ظهر لي خذين شويه ثقه في نفسك، وهذه حاجه تفرح. واستعمل زاده كيف كيف نوارت القرعه اللي حط لها شويه جبن وحطها في لافريتوز باش قلاها. والحكايه اللي عجبتني سي كو مره اخرى عندنا طبق نباتي 100%. بالنسبه لهاجر انا خايفه بزاف من الدوار تاع حالي ما طيبش. عطينا لهم فريتوز باش يخدموا بها فريتوز. العبسه تاع الدار شغل حكمت مقله، دارت فريتوز بالمقله وراهي طيب فيها. شايفه واش يدير؟ وي وي. بطاطا تاعها اون بوش كدا في عود ديرها في لافريتوز وين تقدر كونترولي تمبيراتور كدا. موالفه بالمقله، عمرت المقله بالزيت وتخدم فيها شغل المقله. وناسين. دار شغل شورب كروكيت. دونك في عود يغلفها بالشابلور والفارينه والبيض. يغلفها بالبطاطا، شغل دار عفسه ريسكي دوك تحلول وكدا. حلول. انا يوسف الكبير الحقيقه الفكره نتاعو هايله. أول حاجة حتروح حط الحشيش مع البطاطا وهذه فكرة هايلة، وثاني حاجة حتروح تستعمل الكبدة.
والكبدة تنجح مليح مع البطاطا خاطر ماهيش لحمة قوية أما لحمة بنينة وخلي لها التكستور نتاعها كاملة معناها مرحاهاش الكبدة دونك تشد عنا أن كروميسكي داير بطاطا بالحشيش ومن داخل الكبدة وعمل بالكي قلى الكبدة نتاعو عمل لهم تيجلو وخليه دو كوتي باش يستعملوا أون بلوس جماعة وي شاف قالت لكم 20 دقيقة 20 دقيقة تسمى 10 دقائق طياب و10 دقائق تاع دريساج تاعكم باش بيان تختاروا التمصيل هكذا هاي 20 دقيقة يلا يلا هل 20 دقيقة راح تكون كافية باش يكملوا أطباق البطاطا وتعجب الحكام؟ كان عندي شوية سوء تفاهم مع لافريتاز باسكو أنا شعلتها درت لها الزيت ما على باليش باللي كي يتفضى الأحمر سي بون سخنت وانا ديجا لازم نحط لي بولات تاعي الرزاق اخويا كي تسخن 180 سوني ولا كثر ما تسونيش يطفى كي يطفى صافي بدا يلحقد لاكومبيراتور هكذا وطافي سي بون لحقد اي با فهمت باللي سي بون راه سخون هزيت الاخر تك 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 حطيت لي بولات ديجا بديت نقلي سي بون كي تكون بطاطا فخياب يعني فريشكا وديروها في الزيت سخونه الماء ديالها قاعد تيفابورا كي تيفابورا الماء تبدا تفتح دونك كي شفت باللي لافارس ديالي بدات تبان عاودت نحيتها غلفتها بالباني ان انجليز يعني البيض والفارينه عاودت قليتها دونك خرجت شابه يعني ميم ديكور ديالها جا شباب لو بير مومون والكوشمار اللي صرا لي في ليبروف تاع اليوم هو منين شفت فلا كوكوت ولقيتها باللي ما راهيش مبله الوغ صبت باللي هذيك لا كويسون كاع ولا كوكوت محلوله دونك جو ديبريم الوغ الا باش نسوفي لو بلا تاعي لا فريمون يسرا ان ميراكل الوغ الاولاد البنات كنت تسمعوني مازالوا 10 دقائق نورمالمون الطباسه راه نبداو يتوجدوا ما عندكمش دقيقه زياده على 10 دقائق تري بيان اسوء لحظه طاحت عليا في الدريساج مشاو لي كاع الافكار مشيت قعدت نشوف في ليزاسيات كنت حاطه نوع في ليزاسيات تالمو ستريس والخوف وكلش ما شفتش اسيات شكلها مستطيل ان شاء الله يا ربي يكون الريزلت خرج لي ان شاء الله خاص لي دو لو كان غلق لاكوكو تاعي كره هضره الزبده مي معليش راه كاين الريه نستعمل الريه حسيت بواحد بواحد لا ديسيبسيون مي ما حسيتش بالياس بديت ندير في الدريساج الاول حاولت مسحته وما صلحتش بيبات ديجا بديت في الدريساج الثاني اللي جا في راسي بديت في اوازار بديت ايماجيني درت واحده بلا كويير بيري لولا بيري ثاني درتها بلا ماريز لو بيغ مومون اللي عشتو في هاد لي بروف هو كي قعدوا العشر دقائق الاخرين وكنت مازال ما بديتش دغيساج دغيساج بديتو خمس دقائق الاخرين تقريبا عندي فكره على الدريساج تاعي كيفاه راح نمشيه ان شاء الله برك يعجب لي شاف الدريساج اللي راح نديرو جماعه وي شاف بقاو زوج دقائق زوج دقائق باش تأهلوا للاختبار الثاني تاع هذا الاسبوع هيا بداو تزربوا هيا يوسف هيا 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 هي. زوج دقائق بزاف وقتها واللي شايف غلطه في الطبسي تاعو وكمل كذا يبدا يصحح من دوكا ديروا نظره شامله للطبسي باش تكونوا راضيين عليه دريساج وفي راسي دونك نحط لاسيات طاك 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 زوج دقائق ولا فريده بقيت نخدم فيها بعقلي نشوف ندمج واش من حاجه ناقصه واش من حاجه اللي نبدل لها بلاصتها سما وليت نمسح في لاسيات كان عندي الوقت انه ندير لي لاسيات اللي راني ندير فيها ما رانيش حاب نخيب بالدريساج هذا ظن لي جوري 30 ثانيه في شاف تباسا سيي لا سيزونمون سوا سوا غير تنظيف ديال لي زاسيت هل النصائح الاخيره تاع شاف ملاك رايحه تعاون المتنافسين باش يكملوا في الوقت خمسه اربعه ثلاثه واحد خلاص يعطيكم الصحة أنا رايحين بخير زوج منكم يكونوا أحسن طباخين تاع هذا التحدي اليوم رايحين نعطيو لهم أن أفونتاج ونعرفوا أوسي شكون
منكم اللي فشل وما قنعش لي جوري تاعنا كيفاش بعد ما يذوقوا ويحكموا على لي بلا تاعكم. ان توكا يعطيكم الصحه. يوسف تفضل. كي كنت ندي في لاسيت يعني ما كنت نخمم والو غير نبوك نحط لاسيت ونستنى نسمع منهم واش راح يقولوا لي لي شاف. كيف جاتك الفكره نتاع هاد البلا وشنو هو بالضبط هاد البلا؟ هو يعني اخترت انه يكون طبق تاعي نباتي ما استعملت فيهش اللحم لا دجاج. انا يوسف عجبني الحال كي استعملت الورده تاع القرعه، عندك فوليوم عندك لي كولور. انا مخوفني برك بطاطا ديالك هادي اللي ما نجحتلكش في العش، سينو انا نستنى ندوق باسكو سا دون انفيكو. على بالي واش من الاذواق اللي حطيتهم فيها بين الحموضه بين الحلاوه بين الملوحه، يبقى درك غير اللي شاف كيما يذوقوا وش هو الراي تاعهم في الطبق اللي درته. بالنسبه للافلوغ تاع لاكورجيت، الفرماج اللي استعملته رجحها ثقيله، انا جاتني ثقيله الفرماج، ماشي هذا هو اللي لازم كان يتحط لداخل، كون ان فرماج بخي ولا كان يكون احسن. كاينين اللي يقول خدمت حوايج ملاح لي زاسيزونمون تاعك نجحت فيهم وليت تخدم خير من الاول، مي شغل غلب لك شويه الزيت باسكو كلش جاز في الزيت. يعطيك الصحة يوسف. كي شفت لي زاسيت تاع لي زوطخ كونديدا قلت جوري جو ندير حاجة بلو تكنيك. واش خدمتي؟ درت دي كروكيت تاع البطاطا لداخل محشوين بالدجاج. لي بولات تاعك يبانو شغل بارفيت في الطياب تاعهم وفي الأخرى تاعهم، يبان بلوس شغل عفسة تاع كومفورت فود شغل تاع ماشي غاسترو. انا كنت نستنى منك حاجه بلوس ريشيرشي. منيا كي توصل روحك لحد من بعد ما تقدرش تطيح لا في الطعم لا في التقديم. هاد الخطره ماشي ما مديتش لو ميور، مديت لو ميور في لوغو، مديت لو ميور في لودريساج، مي شنو احترمت هذيك لا سامبليسيتي اللي كانت في راسي، ما كنتش حابه نحط بزاف لي زيليمون. بنين ما عندي ما نقول، لاصوص تاعك جاتني غاس. التفاح ديالك دار خدمة السيترون، ما نسيتش السيترون، دونك دار خدمة لاسيديتي، قطع كاع لاكريم هذيك، حاجة بنينة. أنا بالنسبة للو دريساج، ما كسرش الحجر كيما يقولوا. أنا هذي زيرو، في الدريساج، ما نحكيلكش في المطعم. شوفي شوفي. صفر. شوفي. ريت صافي. باغ كونطخ البارتي هذيا نتاع دريساج عجبتني، علاش؟ على خاطر فيها الوان وعندي رغبه باش نتعرف على هالكرشه هذي طابت ولا ما طابتش في الاخر، طابت ولا ما طابتش. لي شيف منين يدوقوا لاسيت تاعي راني حابه ينبهروا يشوفوا بلي اكل بوان انا جريئه في الاختيارات تاعي في لي بلا. الكرشه تاعك طيبه، ما تهني، طيبة وبنينة فيها ريحة النعناع روعة. أنا ظهر لي بنين أما ناقص توابل بصفة عامة. ليدي تاع لي مورسو تاع الخيار تدمير شامل، يعطيك الصحة. كي كنت هازة لو بلا تاعي وماشية لجيري قاعدة نتمنى برك يعجبهم، ما يعطونيش بزاف هكا تعليقات هكا السلبية بزاف. اسكو يظهر لك اللي أنت اليوم وصلت للنيفو اللي احنا نحبوا عليه؟ صافا شوية خدمت فيه شوية. عندك لورونج هذايا تاع لاصوص ديالك، الخضر كيما كيفا، وزعتي الفول ديالك، كثرتي برك من هادوما. نحي هاد الزوج يتنفس. شوف شو يبان الطبسي ديالك، هادوما فيهم فارينة من الفكدة وناقصين طياب، كون طيبتيهم كثر هادو. خدمت عليه، درت دي بريباراسيون ملاح، البنة كانوا بنان وكلش. نكذب عليكم ونقول لك ماشي بنين، مي ماشي حاجه رائعه. فوالا كي تاكل بيان وتمضغ كلش وتبلع تجيك البنه هذيك تاع الدار تاع الطياب اللي عندك اللي حطيتيها في الطبسي ديالك، دونك ماشي طبسي غاسترونوميك سورتو من جهه لكم. درت اون ابخوف ما باش واش راح يقولوا لي، ما باش اسكو الماكله ديالي حتعجبهم ولا لا، دونك كنت مرتبك شويه. انا ليدي انك رحت لطاجين الخوخ هذه عجبتني باسكو انا كنت ضامنه واحد منكم راح يدير لنا اوموان ان بلا تراديسيونيل.
باين بلي ما كاش كونترول فلا تكنيك. 3 بول تخدم 3 برك وحده ما تشبال خطها. ايماجيني درت 10 طباصه ولا 20 في ريستورون ولا كي ناكل الخوخه هذه لازم تحكمني الدوخه سينو حاجه بتسلكك اليوم. كيف يدقوا لي شاف لاسيت ديالي ما كنتش خايف باللي ما يحسوش الادواق اللي درتهم خاطر كنت يعني سيور منهم. كبده طيبه كيما لازم. الحشاوش تحسوا بهم كامل ولكن انا البطاطا غلبت بزاف. يحير الطبسي ديالك خاطر فيه البنه. مي سي باش نطلبوا منك يوسف باش تبدا تحسن الحقيقه ما عادش باش نزيدو مره اخرى طبسي تقدمه لنا بحال هكذا. وصلت للهند ليجيري حطيت لاسياس جبت اللورا سي بون استرحت سي ديجا حطيت واش عندي خلاص ما فيهاش هضره دونك اللي عليا درتو. واش حبيت تدير؟ حبيت ندير دو زيليمون في البلا لا مونت لا بوم دو تير سوا ديزون دي سيربريز كوفريا بالفروماج فروماج فيه بزاف لا مونت. كاو يزي يزي ما تزيدنيش خليني شويه هكا نتشهى. ما راكش معول كاع تروح تست سوبريشن جوستومون ما راكش حاب طبسي شباب فوليوم عندك لا كولور عندك تكستير تاع لابيري تاعك مليحه نشوفوا في الكو نقولوا لك. راني مستني انتقادات باسكو سيرتو لابيري راني خايف منها. المفاجئات نتاعك لقيتهم وهذوك هما اللي يعطيوك بنه زايده خاطرك حطيت الجوز وخاطرك حطيت الجبن وخاطر الدريساج نتاعك هايل. لابيري تاعك هايله هايله، لابولات ناقصه بارابور الخدمات على لابيري. وي بالنسبه ليا توم حاسين به بزاف، مي سينون لو غيست بنين ما عندي ما نقول. لابريز دو ريسك تاعي هذه اسكو على فان تكون بيونت ولا نون بيونت ما على باليش. الدريساج تاعك شباب بيوري هذه بطاطا وبالتفاح يستعملوها بزاف في لاكاسرومي جديده تاع دوكا يعني حاجه مليحه اللي نطلع وتعرف حوايج كيما هذوما. هذه شنو؟ هذه سي محيرتنا. هذه لابون تاع لابون تاع الدجاج. البلون تاع البولي نحيت له لابو نقيتها بيان بالماء غسلتها قرطيتها بالموس. جي في مون بوسي. نقيتها فيها شعر خويا. هضرت معاك. انا كي نقيتها قرطيتها لا نورمالمون لازمك تحرقها. اليوم حبيت نبين في لاسيات تاعي لو ستيل دو كويزين. دو كويزين اللي نحبو اللي هي اون كويزين تكنيك. اللي هو ما نرفدش بلون دو بولي نحطو هكاك. الوغ بولي طيب كيما لازم. بور موا لاسيزونمون لاباس. مي بلا صوص هذه غلبت شويه ليدا. برافو على البوري بوم بوم وما عادش تعاود تعمل لنا دي شامبينيون اوسي فاد والدجاج نتاعك برافو اوسي. راك هكذا وهكذا في الخدمه ديالك بزاف لي زيدي ملاح بصح واحد 50% ما كونتروليتهمش ملاح. جماعه يعطيكم الصحه تاع الصح نستعرض بكم اليوم كاين حوايج شابين بزاف حوايج ناقصين دريساج كذا دوك نروحو نشاورو ونشوفو شكون الزوج هادوما اللي راح يكون عندهم حاجه زياده على اصحابهم هاد السمانه وشكون اللي راح يقلع ديريكت تاع السوبريسيون. يعطيكم الصحه. جماعه ان شاء الله لي بلا تاعكم يكونوا عجبوا وقنعوا لي شيف تاعنا خاطر بعد حين واحد فيكم كيما على بالكم او رايح نبعتوه للاختبار تحت الضغط. لي شيف تاعنا قولوا لنا شكون اللي ما قدرش اليوم يبدع بلو بلا تاعو. تفضلي شيف مالك. اليوم البلا تاع الشخص هذايا ما كانش بنين اما احنا مقتنعين اللي هو ينجم يوصل لبعيد ونعملوا عليه ولازم الانسان هذا اللي باش يمشي هو للاختبار تحت الضغط لازم يخرج منها ويسلك روحه على خاطر عنده الامكانيات الكل والاليات الكل بين يديه. والشخص هذا هو انت عايشه. حاجه صح شويه تقهر اني المستوى تاعي كان موال فينا يعني مستوى مليح صافا وكلش اني مشيت تحت الضغط حاجه الاولى هذا تهديد. نطلب منك تتفضلي ونتلاقاو في اخر الحصه في الاختبار تحت الضغط. تفضلي. اللي غادي يجو تا سوبريسيون غادي يشوفوا فغي عيشه غادي ينوض
ونوض ان شاء الله نوضه فريمون صحيحه. لي شيف دوك ماذا بينا نجوزو لي بون نوفيل، دوك قولوا لنا شكون هما اثنين احسن متنافسين في هذا التحدي اللي قنعوكم واللي قدروا يرفعوا التحدي. تفضل شيف رابح. الزوج هادو اللي سلكوا راسهم اليوم تاع الصح وجابوا بلاصتهم وراح يربحوا جوكر تاعهم في لابروشان ايبروف، واحد فيهم تاع الصح خدم دريسا الشباب في الجو، تاني جابها مخصوصه شويه لي تكستور يعني في لا تكنيك تاعو كذا، وطبسي تاعو تاع الصح عجبنا هو ناسير. الحاجة اللي راهي مفرحتني صح اللي هي كنت انا اول كوتكار. الوغ الشخص الثاني اللي كان قنعنا بالدريساج وبالكو كانت البنة، كانوا لي تكستور الشكل، هو عبد الرزاق. انا نكون كوتكار اليوم هذا شيء فرحني، سي اون ساتيسفاكسيون بيرسونيل ليا، وتعاون لي تموتيفيني باش نزيد نمد اكثر في ليبروف الجايين. اللي بقاو تاع الصح زهاونا، ماكله بنينه، خدمه نقيه. مي يوسف هاد خطره سلك راسك بالبنه اللي في يديك، مي لازم فريمون ترفد النيفو، سينو تخلص عليك تيست سوبريسيون حتى ما تقدرش تسلك راسك كاع. في ليغو راني سلكت لها، بصح في الدريساج لازم نمد اكثر. واحد فيكم انا جاي نعبز عليه تاع الصح اليوم هو يوسف صغير خطراش. يوسف اليوم طلع النيفو الطبسي تاعو تاع اليوم تاع الصح، بين الله باللي على بالي حاقرين هو باللي يقدر يربح ماستر شيف، وكان فريمون ياخذ كونفيونس في روحه ويستعمل كاع واش يقدر، ويستعمل لا كرياتيفيتي تاعو يقدر يدير حوايج كبار. دونك هاو حقك يوسف، يعطيك الصحة. الحاجة اللي عجبتني انه اللي شاف لاحظوا التحسن اللي اني كنت نخدم فيه، نزيد نخدم اكثر ونزيد نتعلم حوايج بزاف، باش كل مره يكتشفوا انه عندي قدره باش نزيد نكمل في ماستر شيف. نسيم وعبد الرزاق كما قالوا لكم انتم هما احسن متنافسين تحت التحدي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله راح نخدم كل شيء واش عندي جست باش نفرح ما ووالديا ولي بورتي ان شاء الله. كما وعدتكم مقبل نعطيو لكم ان افونتاج في الاختبار الثاني تاع الاسبوع. هذا الافونتاج ما نقول لكمش وشنو، لكن الحاجه اللي نقدر نقولها لكم هي انه راكم رايحين تحسوا روحكم في الدار تاع الصح. كيفاش هذا راح نكون كيما راني في الدار؟ باسكو هنا جامي راح نكون كيما راني في الدار، ما كاش منها، سي با بوسيبل، ما فهمتش. ماستر شيف أكبر مسابقة طبخ للهوات في العالم تعود إلى الجزائر في موسمها الثالث. هنا في هذا لاتولي اللي راكم رايحين تفرحوا تتقلقوا تتنافسوا بالك تتجرحوا وبالك تفوزوا بلقب أحسن طباخ حاوي في الجزائر. أنتم من هوات الطبخ؟ راكم حابين تطوروا معارفكم في الطبخ على يد حكام استثنائيين؟ راكم حابين تعيشوا مغامرات لا تنسى في مناطق مختلفة من الوطن؟ إذن جربوا حدكم باش تتحصلوا على لقب ماستر شيف الجزائر الموسم الثالث. سجلوا نفوسكم على الموقع www.masterchefalgerie.com. ماستر شيف الجزائر هي مسابقة طبخ خاصة بالهواة فقط. دائما في لاتوليي، وشنو هي المفاجأة اللي حضروها الحكام للمترشحين باش يحسوا روحهم في دارهم في هذا التحدي؟ ما عرفين يحطونا بوات ميستر، مي وعلى هاد الخطرة كلوش وماشي بوات ميستر. دونك بقيت نخمم وشنو هو الانغريديون هذايا اللي حاطينه تحت لا كلوش. خايف شوية من هذا التحدي، على خاطرش في التحدي اللي فات شاف رابح دي كومونتير كوم سي سلكت لها على شعرها. مرحبا بكم، واش راكم؟ صافا؟ نعاود نذكر بلي هذا الاسبوع او مخصص للطبخ العائلي. نذكر اوسي بلي عيشه راهي عقوبه. تسمى ما تقدرش تشارك في هذا التحدي بيسكي راح تجوز ديريكتومون الاختبار تحت الضغط. على بها رانا نشوفوا فيكم في ستة لكم رايحين تتنافسوا في هذا التحدي. هو الحاجه يعني اللي تعلمتها من ماستر شيف الاسابيع اللي فاتوا انه ندخل على بالي بلي راح نطيب. واش راح يكون راح نطيب به؟
آخر حاجة نذكرها هي أنه عبد الرزاق ونسيم هما اللي تفوقوا في التحدي تاع البطاطا، ما طيبوناش لي فريت خي هكذا. دونك كيما وعدناكم عندكم أن أفونتاج اللي راكم رايحين تستعملوه دوك وفي هاد التحدي. راني مقلق باش نعرف واشنو هاد لافونتاج اللي راح يخليني نطيب كيما راني في الدار. لو فات لي قلنا افونتاج دونك حاجه راح تعاوني راني نستنى. لي شاف قبل ما نعرفوا شنو هو هاد لافونتاج ماذا بيا تقولوا لنا واش راح يصرى في هاد الاختبار تاع دوك. جماعه اليوم ندومونديو لكم بلا فاميليال مي شغل البلا سبيسيال سبيسياليتي تاع لا فامي تاعكم. العفسه اللي مع باليش يماك ولا اختك ولا من باباك يطيب في الدار دائما وفور. فكرت الماكله تاع الدار، البنه تاع الدار، لي روسيت اللي ما فين نديروهم في الدار. هاد البلا راهو تحت ماشي مخدوم مكتوب، باسكو نتوما لازم تخدموه، راهو تحت لا كلوش تاعكم تقدروا ديكلوشي وتشوفوا شنو هاد البلا. كي شفت شخشوخه بالدجاج تفكرت بابا باسكو شتي ياكلها، تفكرت اختي اللي طيبه ومشتي ناكل طيبه، بيان سور تفكرت ما الله يرحمها اللي كانت بزاف ديرها. اجبد عبد الرزاق ما تخافش ما تخافش. انا الورقه اللي قدامي كانت فيها شخشوخه الحب، دونك راح طيب الطبق اللي موالفه يما ديرهولي واللي عمري ما طيبته. هاد الشيء ماشي خوفني مي زرع فيا الرعب. شخشوخه الحب. لقيت واحد الاردوا صغيره مكتوبه فيها لازان، هذا يعني مالف ناكلها في دارنا، دائما الوالده تاعي تحضرها، ويعني اسمها مالف نعرف واش فيها واش من حوايج. بديت نضحك على خاطرش الدوما تاع الكرومبيت عندها حكايه كبيره معايا، وسي تامبلو نحبو بزاف وطيبو يما بزاف، دونك نحب ناكلو، دونك بديت نضحك وقلت اليوم ما سهلاش. محاجب تاع ماما. هادو خدايم ماما، باسكو انا جي جامي دي في ماستر شيف بلي محاجب مون بلا بريفيري سي تاع السلك ولا فيوند هاشي. ميرسي، ميرسي ماما، ميرسي. هاجر اش عندك؟ لي كوتليت تاع العيد الكبير بالرز ديرهم مانيفيك. شفت ليماج تاع ماما، شفت هكذا بديت نتفكر عائلتي، دونك سيتي فريمون حاجه اللي مستني بزاف. اليوم لازمكم تعملوا على الذكرى نتاعكم وتعاودوا هذاك لو بلا كيف ما يديروا لي بروش ديالكم كيف كيف، جوست بالذكرى نتاع المطعم ونتاع البنه هذيك. ردوا بالكم رانا نعرفوا لي ديتاي نتاع لا روسيت، دونك ما تحاولوش تتفلسفوا علينا برشا. سي تري ديفيسيل و سي تري تكنيك، وانا عمري ما درتها. نحب ناكلها شخشوخه تاع يما مي عمري ما طيبتها. تما جافي ماما ثقيله منا، جافي الشيف مالك ثقيله منا، وزيد ياسمينة بغيت تقول لنا ثاني نحب المحاجب راني نستنى فيك. دوك كاع رانا نستناو وشنو هو لافونتاج اللي عندهم عبد الرزاق ونسيم. اسكو راكم رايحين تعطيو لهم باغ اكزومبل روسات مكتوبه؟ اسكو رايحين نعطيهم خير من لا روسات مكتوبه. واش حبينا نديرو لكم؟ لا روسات حيه مكتوبه حيه. شكون هما؟ اهلكم. دوقي وجهي. صافي لونتون ما شفتهاش، صافي توحشتها، وصافي سا ما في سيتي ايموسيونيلمون با 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 ايفيدون نشد روحي. الحاجه الصعيبه كامل اليوم كي شفت لاسور تاعي جونغ قعدت نيماجيني انه ما مازالت هي. تفكرت ماما، تفكرت وجهها، تفكرت يديها، عينيها، مع اللي خليتها شويه مريضه، حالتها صحيه جات جاو فريمون في خاطري بزاف بزاف حوايج اللي خلاوني ما قدرتش نتحكم في روحي. صافا يوسف؟ الحمد لله. شغل متاثر شويه واه؟ ها؟ غرت شويه برك. غرت حبيت نجيب لك المره الجايه ان شاء الله تكون انت هو الفائز بالافونتاج اللي كاين. درتهم انت ديجا لي لازان ولا دائما اللي ما كدير؟ دائما نحب ناكلهم من الوالده تاعي. جامي سيت تخدم معاها؟ سيت نخدم معاها دائما، الوالده تكون حدايا في الكوزينه، بس ما كنت نتمنى اليوم تكون معايا ثاني.
ما حسيتش كيف حتى انك في عينيا نلقى دموع بداو يسيحوا وحدهم هكذا. تمنيت لو كان نحي الطابليه ونجي خارج ونروح لدارنا ونولي في وسط العائله تاعي مع اخوتي مع والدي مع الوالده تاعي مع الناس اللي تربيت معاهم. ما ندنكش ورايا خلاص نخرج ونعاود ما نزيدش نعاود نولي. مرحبا بكم، يعطيكم الصحه، شكرا كي لبيتوا الدعوه وجيتوا تعاونوا للشيف تاعكم. على بالي بلا راكم فخورين بهم، اسكو تقدروا تمدوا لهم دوك قبل ما يبدا التحدي نصيحه صغيره وحده برك؟ تفضلي خالتي فتاح. تما في انورميمون بليزير اللي هو توقف بجانبي في هذا ليبر. لافونتاج اللي داروا لي وجابوا لي اختي عرفت راح تعاوني بالبزاف، راح نحس روحي في دارنا، نحس روحي نخدم في البوطاجي تاعنا في دارنا. سيداتي دوك نطلب منكم تخلونا باش يديروا التحدي وحدهم، بصح ماكمش رايحين تكونوا بعد. عبد الرزاق ونسيم نقول لكم من دوك باللي انت الاخت تاعك وانت الام تاعك هم رايحين يكونوا هنا في غرفه في لاتولي. اوكي؟ كيما راكم تشوفوا حطينا لكم هاتف في لي بلون ترافاي تاعكم، عندكم ان فورفي جيزي 4G لياكم رايحين تقدروا تتصلوا بيناتكم، تسمى انت مع الاخت تاعك وانت مع الام تاعك تتصلوا بهم باش دومونديو لهم نصائح. بصح استنى، كاين قانون، انتوما في زوج تقدروا تتصلوا بهم خطره برك مده دقيقتين في قاع التحدي. دونك لازم تخيروا لو مومون وين تتصلوا بهم، وهما يقدروا يتصلوا بكم زوج مرات مده دقيقتين في التحدي كي يشوفوا باللي بعدتوا شويه على لاروسات ولا باللي درتوا غلطه. هكذا تفهمنا؟ هيا تفضلوا، يعطيكم الصحة. كي شفت لافونتاج تاع لي دو كود كور تاع نسيم عبد الرزاق بون غرت منهم، قلت يا دامتي لو كان في ليبروف اللي فاتت لو كان زيرت شويه روحي في الدريساج بالك راني بالك اليوم راني في بلاصتهم. عندي دي روغري كي ما كنتش كود كور ليبروف اللي فاتت باسكو جو ايمي لو كان جات ماما اليوم، مي اليوم نشرفها بالمحاجب تاعها. دوك ليكم كاع عندكم ساعة ونص طياب نو وساعة ونص تاع ميموار لازم تفكر وتشفى والريحة على الريحة على... ما تنساوش باللي الزوج فيكم اللي ما يقنعوش هم رايحين يلتحقوا بعيشة باش يجوزوا الاختبار تحت الضغط. هاكم واجدين؟ ثلاثة زوج واحد شخشوخة. كيما رانا نشوفوا نسيم وعبد الرزاق استفادوا من افضليه، يقدروا يتواصلوا مع اقربائهم عبر المكالمات جيزي للحصول على نصائحهم القيمه. هل هاد الشيء راح يخليهم يتميزوا على المتنافسين الاخرين؟ عبد الرزاق حبيت تستعمل رافيل جيزي تاعك؟ نعم راك سير. راني سير. علاش دوك دوك بديت؟ دوك باش كي نبدا الخدمه نخدم. خممت مليح؟ خممت مليح. خلاص ما تقدرش خلاص على بالي الثاني رافيل. وي اوكي تفضل. الو ماما تسمعي فيا؟ وي عبد الرزاق حبيت نسقسيك على الثوم. دير الثوم وين راه البولي عبد الرزاق؟ دير حن كويس بولي. على بالي سي بون سي بون خلاص. وطوماطيش سي تو. هذا هو يا اخي ثوم تهرسيه مع القروسان مع الملح في المهراس. مع الملح في المهراس وي. خلاص سي بون. شوفوا لاصوص ما ديرهاش لاصوص ما ديرهاش عقده بزاف وما ديرهاش جاريه شويه. سي نورمال موين كيما موالفين ناكلوها في الدار. باي باي. لابيل تاع لامامون كان فيه 2 مينوت وانا اكسبلواتيت منه غير 45 ثانيه. هاد الشيء مانيش ندم عليه باسكو كي عيطت ديت كاع واش نسحق. دونك هذا الماكرومبيط اللي طاحت الاولانية لازم نحكم الكرومبيط ديالي ندبلو شويه نقيه ندبلو وكسما يرطابك هذا مكان طاب دوزيام راح نوجد لاصوص ديالي. دونك لاصوص هي صوص مقابيطه يحبوها بزاف في العاصمه. الحاجه الوحيده راح نديرها باش نخش للسوبريسيون راح نركز مليح راح ما نخلي حتى حاجه تفوتني هكذاك برك وندعي ربي باش ما نكونش غلطت ولا نسيت كاش حاجه باغازاغ اللي كابابل راح تديني ديريكتومون امتحان تحت الضغط. اليوم راح نعاود بلان اللي كنت نشتيه بزاف ونشتي ناكلو اللي هو تاع الاخت تاعي.
ان شاء الله نخرجوا كما هي تحب، فيه الحماضه فيه الحرور فيه كامل تاع الحوايج اللي تحب تلقاهم هي، ونحب نلقاهم انا كي ناكلو. لازم تمد كلش واش عندك، وتحب تبين باللي البلا اللي مالف تاكلو عطيتو قيمه وشرفتو وشرفت مول البلا هذاك اللي مالف تاكلو. الوغ هاد البلا سي المحاجب، حنا كيما نعرفوهم درهم بالبصل والطماطيش، ومن ذاك يزيد لهم الفلفل. مي ماما شغل تنوع، اخترت ديرهم بالسلق، وانا تاع السلق سي مي بريفيري. حنا كنعجنوا في الدار، سواء نعجنوا فوق البوطاج تما فوق المارب، ولا فوق جفنه تاع الحطب. العجينه لازم نعطوها طريحه باش تجي مليحه تما شطاف. هذاك الصوت على بالنا بلي كاين العجين في الدار. الطبق تاع اليوم هو من تحضير الوالده تاعي، شويه بديت يعني نتذكر ذكريات تاع الدار وسط العائله تاعي مع الوالده تاعي في المطبخ تاعي شي تحضر. لو بلا بريفيري تاعي اللي فريمون نحبو ونبغي ناكلو من يديها هو هذا الرز بالكوتليت. راني نقطع في لي كوتليت باسكو دابيتود ماما ما ديروش هكذا طبق كومبلي، دائما دير هذوك لي كوتليت مقطعين انديفيديوالمون. وانا وين انا الشخشوخه فورها ديريكت، انيلي المارغرين ولا الزبده. لوسك الشخشوخه ديجا طايبه في الزيت هي مريحه، نفورها برك مع الاخر فوره واحده، فورها فوره واحده قبل ما تسقيها. انيلي الزبده الدجاج كي نطيبو مع الاخر نحمرو خلينا نقليه في المقله كيما نديرو في الدار. حمرو بالمارغرين في الزبده ولا صوص، لا صوص ما تكثرلهاش الزيت. داكور. اي طبخ تعلمت معاها كي كنت صغير، كانت كي تكون في لا كوزين هي وما توجور نكون انا معاهم. هاد لي كونساي عاونوني بزاف وراح يعاونوني باسكو طلعتيني ماستر شيف، شويه ضغط شويه من هنا راني نضرب في شويه لي زاستيس. مي الحمد لله معايا نوال. حتى لهاد الدقيقة راني مليح مع الوقت، درت دوك الكرومبي ديالي نحيتو، درت له حكمت لاصوص اللي تاع بالفارينة باش نعقدها، دوك فرقتها فوق الكرومبي ديالي، وبعد زيد درت لها العقدة بالمعدنوس وبيض وقارص باش تزيد لها فلوكو. المراحل تاع هاد لاغوسيت سون تخي تخي سامبل، مي شنو الخدمة كاع في العجين؟ ماشي كاع الناس يغيوسيو المحاجب، لازم نكونو نعرفو لا تكنيك. المحاجب سا بخون دو طون باسكو لازم يتحلو وحدة بوحدة، كيكونو يطيبو لازم نعس وحدة بوحدة، ماشي قال حاجة باكلي. درك راح نبدا، حطيت لي فاي تاع لازان، ودرت في لاصوص لي درتها تاع الفيونداشي والطماطم. باش نحطها في الفرن تزيد تكمل الطياب تاعها. راني خايفه نروح الاختبار تحت الضغط، وان شاء الله برك اللحم تاعي يطيب ويخرج لي هذاك الريزولتا اللي راني باغياتو. وفريمون اليوم راني حاسه فريمون بلا بريزونس تاع ما ميغ معايا. بفضل المكالمات جيزي نسيم وعبد الرزاق حافظوا على ايقاع جيد باش يتجاوزوا هذا التحدي ويتفادوا الاختبار تحت الضغط. البطاطا عبد الرزاق كي تكوباها ما ديرهاش درك، حتى قريب يطيب اللحم. على بالي. شوف الشخشوخه ما دير لها والو، فورها مره واحده. على بالي. وبعد ما تكون حطها ديريكت مرة واحدة تصورها، ودير لها نص مغرف تاع المارغرين حلها بها شوية برك ماشي بزاف، كي تكون سخونة هكا تنحاها ديرها شوي، ومن بعد سقيها دير طبقة تاع شخشوخة ولا صوص، وزيد طبقة تاع شخشوخة ولا صوص، في بوان فينال. هذا واش كاين؟ ونكمل باللحم. اوكي يعطيك الصحة. صح صح. باي باي باي. هادو هما المحاجب سي با لي زانغريديونس اللي يدين. اليوم كي كنت نحل فيهم وما تقطعوا ليش بو ما سيتي هذيك لا ريوسيت على باي بلا باتاي راهي هايله. جماعه بقاوت لكم 13 دقيقه، ما تنساوش بلي في نهايه هذا التحدي زوج منكم ام رايحين الاختبار تحت الضغط، ابداو تزربوا.
صحيت تحط لي ليغوم تاعك فوالا لا صوص ماما راهي بيان راني نشوف لا كولور تاعها وفي هذاك ماما راهي مليحه واش تحط تليفون تليفون تعمل لابيل جيزي تاعك وي راح نكتب كل شهور هيا خلاص هاك تفضل هيا زرب بزرب نوال ها اسمعي البيض كي نقسمو ندير حبه على النص ولا ندير على ربعه هذيك قلت لك هذاك الديكور حساب الاختيار انت واش تحب وشوف الا كاين حاجه تاع فخار تاجره تاع طين ولا تاع فخار هذا مليحه ها سي بون مليحه باش تجي حاجه تراديسيونيل كي تبغى تسقي دير حلها مليح كي تفورها افتحها مليح ورقها مليح حلها مليح وخليها تبرد شويه باش كي تسقيها ما تعجلكش ما تلقزلكش وكي تعود تسقي فيها دير كوش هي الاولى دير لها لاصوص شربها بلاصوص وزيد دير كوش ثانيه وسقيها بلاصوص باش تجي كل شربه لاصوص فهمت كيفاش باش تجي مسقيه الكل مازالوا لي دي مينوت كلش خلاص شوخه تفورت الدجاج طاب دوك رميت البطاطا هذاك هو طيب دوك مازال لي غير اللحم ما طابش ما نقص شويه طياب كنت على بالي اللحم مطري طيب لي بالخف فينالمو لا لا فينالمو لحم بكري كان عاصي شويه لو كان ديت به باش نيليمين كاع لو ريسك هدايا تاع ما يطيبليش جماعه بقاو خمس دقائق الضغط راه يزيد لحقنا للدقائق الاخيره تاع التحدي المتنافسين راهم مع التحضيرات الاخيره باش يكملوا في الوقت نسيم وعبد الرزاق تلقاو نصائح من عند اقربائهم بفضل المكالمات جيزي هاد الميزه ربما راح تسمح لهم بتفادي الاختبار تحت الضغط خمس ثواني خمسه اربعه ثلاثه زوج واحد حبس 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 كل شرف ديزيك نسيم عبد الرزاق دوك كيما قلتكم رائحه طيبه دوك البنه هي صح وهذوما والبنه هذه سي لي شيف اللي رايحين يديسيديو دوك ندوزو لا ديغوستاسيون ان توكا برافو عليكم يعطيكم الصحه بهاد لاسيات راح نشرف لا مامون تاعي اكثر من راهي مشرفه واسرى فيير دو موا هاد ليبروف هادي هي الاولانيه من نوعها تاع في ماستر شيف يتجوزها ترونكيل وزان ماشي مقلق بالنسبه ليا ان شاء الله نكون نشرف نوال وان شاء الله نكون كود كور بوركوا با باسكو والفت وما رانيش حاب ندخل تيست بريسيون ان شاء الله الفيرديكت تاع لي شيف يكون بوزيتيف ويعجبهم باسكو فريمون هذا سي ان بلا فاميليال اللي ولفنا ناكلوه ملي كنا صغار هاجر تفضلي راني ديجا فخوره بزاف بهذيك لاسيات انا على المنظر نتاع لو بلا ديالك عجبني بزاف الحقيقه ظهر لي بحال لي بلا اللي نقدموهم في الاعراس سي ان بلا غيش متوازن الحاجه الوحيده اللي ماهيش انيقه فيه هو الشحم اللي زايد في اللحم مهما تنقص في الدرجه تاع الدوس نتاعو ما تقدرش تيليمينيها كومبليتوم انا كي شفتو ديجا حسيت باللي شرقي باسكو يشبه لي البرياني الرز البرياني باسكو فيه لي زيليمون تاع البرياني ندوق النتيجه ما نقدرش نتوقعها باسكو راني نشوف باللي ملي دخلت في ماستر شيف كاين بزاف 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 تاع لي سوربريز اللي ما نقدرش نتوقع النتيجه كنت نستنى نحس بلوس لا سيزون مون ناقصني حاجه ما بيش شنو لا فيريتي ما على باليش شنو اللحم ديالك بنين على الروز اليوم شيف رابح كان مشدد فريمون في الكوتي تاع التحكيم وكان فريمون ما خلى حتى حاجه تفوتو مونيا كاش محاجب غير هما كنت رافده لي بلا تاعي افيك توت كونفيونس اون فيرتي احكي لنا المحاجب على بالنا وخدا صح فهمينا هذه تاع فيون داشي
بالسلق. بالسلق وكدايا باسكو ما عندناش حنا محاجب بيوم ماشي بالسلق، حاجه مليحه شغل ابداع. مامي دي فوا تحب تنوع، تحب تبدل، واش يكون في الدار ديرو داخل المحاجب باش تكفي لافاخس، خاطر دائما كي دير لافاخس من بعد الباقي تكملهم مسمن، دونك باش ما تكملهمش مسمن، الا عندها شويه سلق ديرو، عندها شويه طون ديرو عندها، مي لي ميور انايا بور موا سي لي جو بالسلق ولا جون داشي. دوخو. كي حطيت لي بلا ما ريحتش زاد لو ستريس باسكو تما اللي كنت رايحه نعرف شنو هو الراي تاع لي جوري على لو بلا اللي درتو. شكرك اللي درتي لا بات فيد بهذه الطريقه، لا بات راهي ما كانش اللي يديرها خير على هكذا. لا لا يعطيك الصحه، كون تجي ديريهم اللي في مطابل دو تنسر بهم سون بروبليم ونكون فخوره بهم. محاجب انا درتهم يقدروا يكونوا في طابل دو تاع الشيف ياسمين سلام. سي ان اونور. À chaque fois que nous faisons face les jurys, لازم نخاف، لازم c'est une association parce que thématique هما اللي عندهم la décision. يوسف حكي لنا من حمت هذا البلا. دولما كرومبيت عندي حكايه كبيره معها كي كنت صغير. كنت على جالها ندخل روطار المسيد، كي نروح للدار على 12 باش نفطر نلقى دولما تاع كرومبيت نقعد ناكل فيها ناكل حتى يجوزني الوقت وما نقدرش نروح روطار المسيد. ندوق مال. صح. أيه. قعدت نسنى في لي كريتيك تاع لي شيف دونك قعدت ترونكيلوس نسنى واش راح يبداو يقولوا. الوغ شوف اللحم تاعك ضخمه سي تادير ما دخلهاش الطياب ولات بلوك تحسوا بلي لو بلا فيه الماء ما فيهش اون صوص غوتوز تبان وكل شيء نحسوا بلوس بالماء اللي فيه. عجنتها هذا الفيون داشي عجنتها واقيلا عجنت اكثر من المحاجب تاعها. لي كومونتير اللي قالهم لي شيف يعني في محلهم وردي عليهم سي نورمال نتقلق على خاطرش كيفاش انا طيبت وجريت وعييت وكلش وعلى فاش وتروح لي في عفايس باتمون يعني لو كان ما نعرفش نديرهم اوكي كيما نقول لك شهيه قلبي مي سي سا الكونكور يا غلطات يا طيحه موضه. متخوف اسكو يعجبهم ما يعجبهمش. سمع فاتو اللي قبلي نسمع في البوزيتيف النيجاتيف. انا ان توكا نجم نقول لك اللي لي لازاني نتاعك لاباس بيهم نجم نشوفوا اللي تقصت وما فاضتش خاطر مشكله اللازاني كيف تقص برج ديما يفيد في لاسيت وباش يعطي نتيجه ماهيش شبابه في الاخر هوني عندنا نتيجه شبابه جوست نقصتني هذيك التحميره نتاع الجبن. دوكا كي ندوقوا نشوفوا الى مليح. ان شاء الله تعجبك. الوغ اول حاجه باش نبداو بالنقطه الايجابيه بنينه بنينه مليح علاش؟ على خاطر فما توازن ما بين الطماطم واللحم والسلق. لكن بات ديالك الكوش اللوطانيه ناقصه تياب، يعطيك الصحة. كنت بزاف خايف، خفت، بون فيزيالمون ما كنتش خايف، قالت لي افير الكو وخفت مام من الدجاج تاعي اسكو يكون مش طايب مليح. انا الطبسي ديالك عاجبني كيف مبريزونتي، بعد الحبه حار هذه مقشره سوا سوا. خلاصتها اون بليس كاش دورتها على الدجاجه، باين درت دي زيفور. انا تاع الصح شغل فرحان بك ديجا في الفيزيوال. انا تبسي يشهي يلا ندوق. راني نشوف في اختي بلي راح تكون بزاف فرحانه بيا وتكون بزاف فخوره بيا باسكو فريمون حطيت لها واش كانت تحط لي. شخشوخه بالطبع بالطبع بنينه خدمه شغل تاع الدار تاع الصح يعطيك صح. انا جوست ان بو دو سيل ناقصني مي سينو بنينه. حسيت روحي راح نرفع راس نوال راح نعطيها حقها راح نشرفها وتستاهل هذا الشيء وتستاهل اكثر. كنت مقلق باش نعرف الراي تاعهم على الخدمه اللي درتها اليوم. الوغ عبد الرزاق وعليه زوج حاجات وكيفاش اسكت راضي على واش درت لنا؟ اليوم راني ناضي على كي درت احسن طبق عندي اللي ديروا الوالده تاعي. شخشوخة عمري ما درتها، هي أفضل طبق عندي، نحبه بزاف، من الأطباق اللي نحبها بزاف، دونك جو بريفير لابريسيي من يدي يما، وهذاك نعيطوا له بوفجوخ. هي هريسة ميزون، تتخدم فلفل حار خضر، ثوم، زيت زيتونة، وملح. دوقوا. يلا.
انا ماذا بيا ياسمين تبدا تهضرنا على البوفجوخ تقولنا اسكو هكذا ولا لا لا باسكو هي اللي تعرف ليكسبير تاعنا باسكو انايا عندي مشكل معاه الوغ عبد الرزاق بوفجوخ غاطي جو سوي ديزولي بوفجوخ تاعي ما كانش غاطي لو سول بروبليم تاع بوفجوخ تاعي سي كو كان ناقص ملح بوفجوخ لازم يكون شويه زايد في الملح هنايا راهو مصوص توم كثر فيه انا نعرف بوفجوخ وما ما نديرو بالفلفل الحلو ويجي روعه في البنه تاعك ناقص بنه شوف الاطباق تاعنا التقليديه الوسام تاعهم اللحم طايب هنا كنت قادر ندير عفايس كنت قادر نطيبو وحده في لاكوكوت مينوت مي لاكوكوت مينوت انا ما طيبش بها جامي ملي دخلت مصر شاف الى الان جامي توشي كوكوت مينوت انا اليوم اذا رحت امتحان تحت الضغط جوسري انيونتي جوسري ديسو الشيء اللي راح يميزني اليوم وما يدينيش تيست سوبريسيون هو الاختيار تاع الطبق تاعي اللي درت في الطاجين اختبار تحت الضغط يعني جربته ما نتمناش نعاود نرجع ليه المشاعر ديالي راهي اليوم راهي تغلي بق 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 وعلاش باسكو بريسيون تاع تيست البلا اللي نحبو وبيان سور البلا كيفاش طيبو يما الشيف ياسمين انت اللي تمثلي الطبخ التقليدي والطبخ الجزائري مادا بيا ما تقولي لنا شكون تاهل الاسبوع الجاي قولي لنا ديريكتومون شكون اللي ما قنعوكمش في هذا التحدي وهم رايحين يجوزوا الاختبار تحت الضغط تفضلي الوغ شوفوا يا جماعه كما يقول رابح انا شخصيا اليوم استمتعت بالضيفي علاش انا شفت في كل واحد منكم الرغبه باش يكرم الطبق اللي كبر به ولا اللي كدارت هادو جداته ولا امه ولا دونك هذه شفناها فيكم كلكم ولكن زوج منكم غلطوا غلطات تقنيه وهذيك الغلطات التقنيه بالنسبه للطبخ التقليدي الجزائري لا تغتفر وطياب اللحم شكون اللي اليوم فشل فيه عبد الرزاق ويوسف حسيت بشويه ديسيبسيون بارابور على مامو كي في الديبلاسمون مي سي سان جو هذه هي اللعبه ماشي حاجه جديده عليا وجامي راح تكون حاجه جديده عليا وانا حبيت نقول لهم برك كي نروح انا تيست سو بريسيون نفرح ويطلعوا المعنويات نحب لا بريسيون نحب انا نموت على لا بريسيون البقيه تفضلوا طلعوا لا ميزانين عيشه تفضلي دوك انتوما في ثلاثه عيشه عبد الرزاق ويوسف تاو جا وقت الاختبار تحت الضغط بصح مازال كاين الفرصه دوك ما تطلقوا والو زيروا روحتكم وجدوا روحكم نتلاقاو في الاختبار تحت الضغط باش يخوفني يوسف ولا تخوفني عيشه ما نو ما تخوفنيش ما على بالي بلي لاباس بهم وانا اذا حبيت نربح بلاصتي في ميزانين ما عليا غير نخدم هذا ماستر شيف أكبر مسابقة طبخ للهواد في العالم تعود إلى الجزائر في موسمها الثالث هنا في هذا لاتولي اللي راكم رايحين تفرحوا تتقلقوا تتنافسوا بالك تتجرحوا وبالك تفوزوا بلقب أحسن طباخ هاوي في الجزائر أنتم من هواد الطبخ راكم حابين طوروا معارفكم في الطبخ على يد حكام استثنائيين راكم حابين تعيشوا مغامرات لا تنسى في مناطق مختلفة من الوطن؟ إذن جربوا حدكم باش تتحصلوا على لقب ماستر شيف الجزائر الموسم الثالث سجلوا نفوسكم على الموقع www.masterchefalgerie.com ماستر شيف الجزائر هي مسابقة طبخ خاصة بالهواد فقط لو فات اللي راني اون تيست سو بريسيون هذا الشيء يخوف ميم لي جوري جو بونس عائشة عبد الرزاق ويوسف اذا راكم واقفين قدامنا اليوم هذا الشيء يعني انكم فشلتوا في التحديات اللي فاتوا دوك اخر فرصه لكم باش تتفاداوا الاقصاء
وتجوزوا الاسبوع الجاي لحصه ماستر شيف. ديجا راه تاسو بريسيون وراني خمم في الدار وما نخرج من هذه الحلقه على بالي باللي القانون تاع ماستر شيف صعيب، لكن هذا هو واحد فيكم دوك او راح ينسى او راح يحبس الحلم تاعو او راح يحبس المغامره ويقول اديو للقب تاع ماستر شيف 2017 ب 500 مليون سنتيم والتكوين اللي كنا رايحين نهديوه لكم. C'est une épreuve تاع لا dernière chance، هذه يعني يا نجيبها كيما لازم الحال يا نروح لدارنا، راني خايف راني مستريسي شويه. تحت هاد لاكلوج كاين مكون معروف، مكون معروف بزاف في المطبخ الجزائري. ماذا بيا لي شاف يقولوا لنا وشنو هو هذا المكون ويقولوا لنا علاش خيروه هو بالذات. راني مقلق شويه برك باش نعرف شنو هو لو دام، مي جو سوي موتيفي باش نخدم كيما العاده، نمد كلش ونلحق لوبجيكتيف. كي شفت لا كلوش شفت لي جوري واقفين قدامهم من كلوش، قلت بون كي العاده كاينه مفاجاه لتحتها. قاعدين نتخيلوا هكذا مكون، بالك يجيبوا لنا الشوربه، بالك يجيبوا لنا الحماس. نتعرفوا على هذا المكون. رفضت شاف ملك لا كلوش وكانت قد فيها لي زيبيس هذوك ثلاثه والبوا، فرحت. عندكم الجاصه وعندكم معها توابل، شنو هذم التوابل؟ عندكم القرفه، عندكم عود القرنفل، ولاني سيتوالي اللي هو نجمه الارض، وخاصكم تستعملوا كاع هاد المكونات باش ديروا لنا اليوم ان ديسير. لابوار بون حاجه سهله نعرفوها. البروبليم في لي زيبيس هادو سي دي زيبيس تري تري فورت، يغلبوا على الكو. دونك الشيء الواعر في هاد لو تاع السوبريسيون ماشي الخدمه تاع لابوار، مي الخدمه تاع لا سيزون. دونك شوفوا عندنا اللونجاس في الجزائر نستعملوه في اللحم الحلو، دونك مال فين نطيبوه. اللونجاس فخوي صعب طيابه، رابيدمون يدوب ويتفتت. كيفاش راح تكون عندنا الفكره اللي تغير هذا المكون البسيط الامبلا غاسترونوميك والصعوبه راهي لهنايا. دونك ركزوا مليح ما تطلقوا والو، عندكم ساعه ونص باش توريو وتبرهنوا اللي شاف هذوما، بروفيو لهم باللي قدروا تبدعوا بحبه لانداز. هكذا راكم واجدين. الاختبار تحت الضغط يبدا الان. في هذا التحدي المستوى عالي جدا. عبد الرزاق القائد بالفطرة، عيشة المتخصصة في الحلويات، ويوسف حنو المعتاد على الاختبار تحت الضغط رايحين يتواجهوا باش يتفادوا الإقصاء. اليوم راني حابه نبين لي جوري بلي نحب لي ديسير، نحب لا بريباراسيون تاع لي ديسير، نحب صوالح جداد نحطهم في لي ديسير تاعي، وحابه نبين لهم بلي نستاهل نكون في ماستر شيف. كنت خايف على بالي بلي ماستر شيف فيها الهبال شويه واللي غلط يروح للدار. عندي ميدين ندير ان ديسير بلابوار ولي زيبيس هادو اللي عطاو لنا. نسي ندير ان ديسير غاسترونوميك في الشكل، غاسترونوميك في ديفيرون تكستور تاع لابوار تاعي، نخدمها اون كلاص، نخدمها اون برينواز، نطلعها اون موس، نديرها روتي طايبه. نحب لي ديسير سورتو كي قالوا لنا نديرو ديسير بشي حاجه مالحه، فرحت. قلت اليوم راني في الماتش تاعي، باغي ندير حاجه جديده في الديسير تاعي، باغي ندير فيه ديكو جداد، ديكو ما موالفينش ناكلوهم في لي ديسير تاعنا. هذه هي لا روسيت اللي حبيت نديرها، انه جو فورم ديكو كون شوكولا. دونك دومي سفيريك هكا باش تكون كيما اون بول هكا تاع شوكولا كروز على الانتيريور. عيشوشة مرحبا. صباح الخير. صافا شو غدير لنا؟ ما نخدموش بالنار قوية. باغي ندير ان جيل تاع لي بواغ، بالجو تاع لي بواغ، باغي ندير البواغ هكذا نشبح بها نص طايبة هكذا، ولي بواغ كخي. حاجة برك حاجة برك حاجة مهمة، كي نعملوا ان ديسير كي نحليو لازمنا نخمو على كاع لي تيكستور، وفما اون تيكستور مهمة بزاف في الديسير هو الدقرميشة. دونك نحب خمم في حاجه اون تويل، اي حاجه الشيبس نخليك وحدك خمم في تقرميشه في الطبسي ديالك، خاطرو مهم مهم في لي ديسير. وربي معاك. خمم عليها. اوكي اوكي بون كوراج. قالوا لي بلي راه ناقصك الكروستيون، حاجه تقرمش.
تخممت في هذاك لو بيسكوي نقطع منه شويه طراف نزيد نحطهم في لو فور ينشفوا شويه ونكسرهم. القرنفل درتو مع النجاس بنجمت درتها مع الشيكولا اللي تجي داخل النجاسة، والقرفة درتها في لاجولي اللي تاع الجو تاع النجاس. ساعون تكفيني راني ابارمون تكفينيش. هاد التحدي يعطونا ساعة ولا زوج سوايع 10 سوايع سمانة تبدا بقد ما يعطونا وقت ما يكفيناش. صافا لاباس؟ لاباس مانيش نحس بالضغط. صافا راني مرتاحه مع لي بريباراسيون تاعي. شغل اليوم رحنا في الماتش تاعي، انا نحب الديسير، نحب نطيب على بالي. كي قلنا لكم ديسير ديجا شتك تبسمتي. كيفاش بشار معروفه بلي ديسير وانا ما على باليش؟ لا انا نحب لي ديسير. انت تحبين؟ صح انا نحب لي ديسير. لو كان تربحي تفوزي باللقب واش ديري بالدراهم؟ نحل بهم ريستورون ان شاء الله. صح والله صح صح زعما والله غير صح. تما يروحوا في الطبخ، يروحوا في الطبخ في الهواية تاعك. واه في الهواية تاعك. بارك الله فيك. بون كوراج. ميرسي. هيا كوراج. صح. هيا 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 هيا. عيشة، عبد الرزاق ويوسف راهم يضعفوا جهودهم باش يبقاو في المنافسة، وقبل كل شيء حابين يوصلوا لأعلى درجة من المغامرة. دايما على بالي واش عندي خدمة شحال مازال لي الوقت. دونك نشوف اسكو نزيد لي فور ولا نقص لي فور ولا. كي تشوف ميسي يلعب في الديرة تشوفو يمشي دي فوا يجري، سي تو تافي نورمال، اون ميناش سي زيفور. ما تخافش واش فيك؟ واش عبد الرزاق؟ لاباس صافا. كيفاش انا شوي ديزي على بالك؟ والف ولفناك كود كور ماشي تي اس بي، سي طرحت تي اس بي. هذا هو واش صرا لك معنا؟ هذا هو الكونكور. راك حاب تربح ولا؟ بيان سور جيت باش نربح وجيت باش نكسر. عبد الرزاق بيناتنا وسط ما يشوفهم، لو كان تربح لقب 500 مليون واش دير بهم؟ 500 مليون شوف اسكو تستعملهم في الطبخ ولا تشري كروسه وتبدا الدور؟ لو كان نربح 500 مليون انا عندي ان ريف بكري، هو نشري اون بارسيل دو تيران. اه ارض صالحه للزراعه. ندير ان بوتي ريستورون، ماشي كاع تي ريستورون سامبا فاميليال، ومن اللور لي برودوي ناتورال الزراعه تاعك اللي ممكن الناس. سيريو صح؟ اه سيريو. انا نتبعوك وبعد بيان سور. يعطيك الصحه. الله يسلمك. صح راح يشوفوا عبد الرزاق واحد اخر، راح يشوفوا فيلم تاع طرواسون في البلاطو تاع ماستر شيف. فوالا الله يكرم. شتي الحاجه الاولى كي تروحي لابوار ديريجي تخرج لك هذيك لاكولا، سما راح تبدلي لا تيكستور، بصح لازم تخدمي ثاني على كولور ديالك، وعلى بالك بلي انتيا باش ما نديرلكش لابريسيون بزاف. شغل درتي واحد الديسير هذاك النهار في بنيني، شغل 20 على 10، هذه دارت عليك. شغل لازم تبيني دوكا بلي ما درتيها الزهر. وي ان شاء الله. هكذا ولا لا؟ ان شاء الله. كي هزيت لافريز والكيوي وكلش، تبعت نصيحه تاع الشاف رابح اللي قال لي لازم يكونوا لي كولار، لازم يكونوا انا كي حطيت هذاك البسكوي ديجا هذاك مشعل النار، شعلتها افون نسيتك او جيت كي تحتها. يوسف طيب ليكسبيريونس خويا، ليكسبيريونس تاع الاختبار تحت الضغط. وليت ليكسبير تاع الاختبار تحت الضغط. لا لا كان احسن واحد في دارنا. انا اما انا هو مستر شاب بي دي سات. انت هو لو كان قالوا لي من قبل نحبسوا كلش نقول لهم خلاص خيرنا واحد السيد وثق من نفسه وقال لكم انا هو. واش دير لو كان تربح 500 مليون؟ ايه 500 مليون ديجا كان اون بارتي منها تروح لدراري المرضى باسكو عريض
راح دراري مرضى على خاطرش سورتو تاع لي زانفون كونسيرو لي دايرون تفكرهم لي زانفون تاع سي بي ام سي لي كبرت معاهم وخمم معاهم نخدم عليهم. كيفاش كبرت معاهم؟ باسكو انا كي كنت صغير بون 18 سنه قبل ما نروح للجزائر ايتو قعدت نخمم ندير حاجه في حياتي لاسوسياتي فيتو والحاجه اللي جاتني سي نخدم على لي زانفون كونسيرو وتماتيك بون شفت شحال من ولد مات تحت يديا والاخر دونك انا ماذا بيا كنا نعاونهم لو ماكسيموم على خاطر هاد الاطفال المرضى يسحقوا بزاف المعاونه. ان توكا يعطيك الصحه على الفكره هذه. نتكل عليك. على ربي. ومتكلين عليك لي زونفون. وي بيان سور. هكذا اخو. بيان سور. ايا بون كوراج خويا. ميرسي. بون كوراج صحي. على خاطرش كي نضحكوا نبراو ديجا نبراو هنا في عقلنا باش نبراو في جسمنا. جماعه قول لكم 13 دقيقة. وي شاف. سمعت؟ نعم. 13 دقيقة. هيا بروفيو لنا باللي بحبها لانجاز تقدروا تخرجوا لنا ديسير 5 ايطوال. هاي هاي هاي. ولي البلاستيك. تعجبني عبد الرزاق. سلام يا شاف. ما نحس روحي في كوزينة، شغل راني في كوزينة كيما موالف نخدم خو. فهمني بيت فيه واش راح دير؟ نو راني شفتها ديجا بوار وشوكولا. اه مي ماشي بوار وشوكولا ماشي هذيك لاكوك تاع شوكولا برك لاكوك تاع شوكولا تسمى تجي كوك قلت له راح ندير اون كوك اون شوكولا شغل قريب تغاشا قال لي كوك اون شوكولا لاكوك تاع شوكولا ايه نبدل قول لي لا 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 صافي بليزير بصح قول لي باسكو ماني شايف والو كيفاش ديرها باش تفورمي لاكوك باش نفورمي لاكوك درت ليمون اون سيليكون هذوك عندك سيليكون كاين الله يبارك خلاص تسمى راح دير كوكو شوكولا تسمى راح تدير سيربريز سيربريز ماشي نو تبان لابوا تبان بيان سور دونك عندي نص لاكوك تكون فيها اون كومبوت دو بوم كرمبل ما تحبسش راك داير لي راك مكومبليكي الحاله عندك غير الشوربي واجد راك داير لي هنايا لي اون بات راك داير لي دي كوك لازم تفورميها وهنايا عندك وحده باتيسير ما عادش تطلق معوله تنجيك فيك ديرك راك شايف والاخر مليح راني نقول لك ماهوش بعيده تسمى اليوم الكيره تاع الصح يما راك عندك الحق شغل راني شتك طاير في السماء باين باللي فهمت باللي الحاله ماتش لانجاس ماشي مالا غير بدات تخدم لي زيدي بالك على الدريساج تاعك لاكوك ديالك لازم تنجح باسكو دير بزاف فيها الريسك تاع الصح لازم تنجح نعسوك فيها هكذا اوكي شاف كي قال لي الشاف رابح باللي لاكوك تاعك سي تان ريسك انا ما نحب ناخذ لي ريسك سي كوم سا انا نامن بهذا الشيء باللي ريسك لي نافونسيو انا خايف مع عبد الرزاق على خاطرش عبد الرزاق عنده تقنيه طبخ روعه بزاف وجديده بزاف اليوم لي بروف تاع اليوم انا ليا سي لي بروف تاع العمالقه لو شوك دي تيتون باسكو واحد ما حيطلق يوسف اهلا بكم واش راك وليدي لاباس الحمد لله انتما لاباس هذا شنو هو كراميليزاسيون تاع لانجاس لي روندل لي روندل تاع لانجاس في بالك اللي انت زعما خيرت اصعب طريقه باش تدير لا كراميليزاسيون تاع لي بوار كنت نجم تقصهم بحال هكذا تحط عليهم شويه سكر غلاس وتحطهم في الفور اي سا مارش تري بيان خيرت اصعب طريقه لا لا خلي وين شاف مالك سي تكنيك واعره على بالي بها مستحسره تكنيك اللي مالف بها كي نحب نحمر كراميليزي حاجه ندير زبده نحط سوا ندير قرفه زياده ولا الاخر ونرمي السكر من الفوق ونخليها ابتي فيد كراميليزا نحيهم ينشفوا يولوا لي شيبس عندك افكار بزاف بصح ما توصلهاش كامل لوبو كنت نقص شويه لومبيسيون ودير حاجات اسهل كنت تروح وتفكر باللي الحاجه السامبل هي اللي توصل خير من الحاجه كومبليكي اوكي شاف وهاد راهم لي سون باغاتي ما تعاودهمش ذوقهم شوف كومون يسون اوكي شاف اوكي يلا بون كوراج ميرسي شاف صحه يوسف لازم تحسوا كروكي دوكا تا 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 لازم الانرجي لازم ندلو ماكسيموم ما خلي حتى حاجه تروح ليها هكذاك برك هل دعم المتنافسين اللي فوق الميتزانين ليوسف حنو راح يشجعوا باش يتجاوز هذا الاختبار تحت الضغط قالكم ثلاثة دقائق ثلاثة دقائق يلا يلا لي دريساج هاي 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 نحبوا تباسا شابين وبنان وبنان ايه We'll be right back.
يا يوسف عندك الوقت يا حط كاع لي زيليمون اللي موجودهم. دقائق الاخرى تاع ليبروف حسيت روحي انا هو نور الدين مرسلي. تجري 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 تطر تفرفر تصوتيت لابريسيون تزيد الوغ كي تكون لابريسيون واش يصرى؟ سالتني الشيكولا. زوج دقائق جماعة بقاولكم زوج دقائق هكذا بلا ما ترعدوا بلا والو زوج دقائق يكفوكم باش تكملوا كلش بالعقل بالعقل معليش معليش كمل لي دارنيير مينوت كان كلش واجد كلش واجد شباس ودريساج باسكو الدريساج تاعنا غير تاع مار 30 ثانية راني خايفه الوقت اللي يمشي يزربني راني خايفه الوقت اللي يمشي يفوتني ما نحط حتى حاجه في لاسيات نتاعي الجال تاعي مازال ما جمدش مازال ما شدش روحه وانا نسحقه دركا في الدريساج نتاعي فيريفيو باللي كاع لي زيليمون في الطبسيه مريقله 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 عبد الرزاق يزي ستوب اريت دو ترامبلي عبد الرزاق هاك صرتها لا تترى أربعة، ثلاثة، زوج، واحد، ثانية. كي سمعت لانونس تاع نهاية المرحلة، حسيت روحي كي تحل كوكوت مينوت. اليوم جيسبر راح نعجب لي شاف على خاطرش من نهار بديت ماستر شاف هم يقولوا لي يوسف دغيساج يوسف دغيساج ان شاء الله برك اليوم راح نحسوا باللي يوسف تعلم ماستر شاف وحب بدلو ماكسيموم شاف الهباله خلاص لا بريسيون دونك جو مسي افوندري فكرت لا فامي ديالي تفكرت ثاني كيفاش هي ما كانت تشجع فيا وتقول لي مدلو ماكسيموم ما تخلي حتى حاجه تروح باطل هاد لي بروف بالذات هاد لي بروف بالذات شغل مقلبي جماعة يعطيكم الصحة كيما شفنا مديتو كاع واش عندكم يا با دو غري اليوم يا با دو غري لكن واحد فيكم راح يغادرنا نهائيا دونك ما نطولش عليكم نخلي لي شاف يذوقوا ويقيموا لي ديسير تاعكم باش ومن بعد نعطيكم لو فيرديكت تاع هذا الاسبوع الرابع تاع حصة ماستر شيف ان توكا برافو ندير طبق كيما هذايا وحسيت روحي باللي قدمت حاجه كومام شابه وحاجه فيها خدمه يوسف انا شفتك تقطع في النعناع وفليو وقيل ومن بعد جيت ميكسيتو وين نصيبو هنا الفليو والنعناع درتو في كريم شانتيي اللي راهي بين النجاس الاخضر والنجاس كاراميليزي يعني لو بيت باش كي ناكلوهم كامل جينا لا فريشور تاع النعناع وناكلوها مع الحلاوه تاع النجاسه هذيك سمينه هذيك مع انا الحقيقه الشوكولاته اللي خرجت من الفوق زدت اون توش فينالمون راهو للتبسي ديالك ماهيش حاجه ماهيش نقطه سلبيه النقط السلبيه هما هذوما اول حاجه الخدمه نتاع لا كريم شانتي نتاعك عملتها لنا شويه نيمبورت كومو الحاجه الثانيه هو المارون على المارون الجولي على البوري كنت تقدر تبدل تحطهم ايور اما عجبني بزاف المنظر نتاع الديسير نتاعك ظهر لي مزيان اتفضل الله يندوقو نقولوا له قاتي فيزيوالمون حاجه باهيه حاجه شابه بون طلعت لي المورال يلا ذوقوا
عندي برك نقطة صغيرة. الشوكولاتة اللي حطوه لنا داخل لابواغ نحسوا باللي ينقناش أمبو غاتي. الحقيقة هون يوسف أنا محيرني، كيفاش يوصل كل مرة يلقى روحه في اختبار تحت الضغط ومن بعد يخرج لنا تبسي بحال هكذا؟ فريمون نجح باش يعطينا ان ديسير متوازن تنجم تكملو كي يجيك في ان ريستورون تفرح في الاخر. ابداع. صحيت خويا يوسف. حسيت بهذاك الضغط نتاع السوبريسيون فريمون صح، راني في كيكوطه وراهم بالعين عليا وهاد كيكوطه راها تصفر وكلش. ولاو في العنين كاع. عم يجيبوا لنا في واحد الطباسه. واش نقول لك على الطبسي ديالك؟ جو فريمون نيفو تاع ماستر شيف. فيزوالمون ديجا راكي مطلع النيفو دونك قالك غير القوم بعد نشوف. يعطيك الصحة، خندقوا. شوية يعني عطاوني شوية أمل هكذا في على الدريساج، إن شاء الله لوغو حتى هو ما يخيبنيش. عندي مشكل واحد مع الطبسي، كلش بنين. ليدي تاع الروكفور، انا نحب الروكفور مع لابوار على كل حال، سي ميلونج لي ندار بزاف. المشكل سي كو نحس برك لابوار اللي ماشي طايبه. انا عندي الطبسي بنين ما فيش بزاف السكر، انا الديسير اللي ماشي حلو بزاف يعجبني بزاف. لابوار صح ناقصه شويه طياب، مي سينو انا بوغ موا هذا ديسير ديتيتيك روعه. الله ينجوز الله. قبل ما يدوقوا لو بلا تاعي لي جوري راني متخوف من لو دريساج تاعي، ايلي ان بو ابروكسيماتيف. وكان قعدت لداخل شايف هنا كاش راك، هذا ابروكسيماتيف مي راك لداخل، فهمتني؟ نمسح هذا خرج لوطاشا هكا، هذا خرج كاع غطى لالين وهذا يا طاح عليه لاكوك ما بيش واش درت له، دونك هذا ابروكسيماتيف ودحسو كاميرا. باسكو كان ابروكسيماتيف برك على بالي نفهم. ليدي تاع لو بيجو كابيل بنتورا غير هكا وكذا يا صاغيست سا دون ان شارم وتاع الصح ليدي شابه. وهاو حقك على لا برويس تكنيك تاع خدمة لاكوك. باسكو كي قلت لي راح نديرها وكذا منا قلت ريسك كبير ما يخرجش لاكوك ديالك وشابه وليس وبريونت كذا. نمسح المشكل سي خدمتها ومن بعد مع الاخر وليت ترعب طيحت هاك كسرتها. يعطيك الصحة. ان شاء الله برك الخدمة تاعي تكنيك راح تغطي لو ستريس دو دانيير مينوت هذاك اللي خلاني ندير ان دريساج ان بو ابروكسيماتيف. دوغو؟ يلاه. مليحة لا كوك ديالو سوا سوا 1 مليمتر. طيح صح. واش نقول لكم انا ديجا الحاجه البنينه كاع هنا هذه لا فريز بالزيت الزيتون سما دار لا بوار من حاجه البنينه كاع سي كنا نستناوها في لانجاس حاجه البنينه وفريمون تمشي مع لانجاس كذا دونك كاين بزاف لي زيتي كاين فريمون خدمه مليحه كاين بنا دار طبسي كيليبري دار بزاف لي ريسك دار دي برواس تكنيك تاع الصح حاجه بنينه راح تصعب اليوم. حان الوقت باش نعرفوا النتيجة. عيشة، عبد الرزاق ويوسف راهم يستناو في القرار تاع الحكام. واحد فيهم راح يغادر المغامرة نهائيا. راني ميت بالخوف، راني يعني ترعب تحتي. كامل رانا نستناو نطلع فوق الميزانين وكامل ماناش حابين نخرجوا برا. راني خايفة من لافا كيفاش غاديين يحاسبونا ولا على واش غاديين يحاسبونا. دوك نقدروا نقولوا بلي لحقنا ليها. لحقنا للنص تاع المنافسة. ربع أسابيع جازوا ومازالكم ربع أسابيع باش نلحقوا لا فينال، لكن يا للأسف زوج منكم برك اللي راح يكون عندهم الحظ باش يلحقوا بالاك لهاد لا فينال ويفوزوا باللقب. لي شاف كيما شفنا من قبيل راكم دقتوا وقيمتوا لي ديسير اللي وجدوهم الهواد تاعنا. ماذا بيا قبل ما نجوزوا لو فيرديكت تقولوا لنا واش رايكم في التحدي هذا تاع اليوم بصفة عامة.
تفضلي شاف ياسمينة. اليوم شفناكم تخدموا بطريقة رائعة، كانوا متنافسين، عندهم العزيمة باش ينجحوا في ثلاثة، ولكن الكونكور هذا هو لازم درنا لكم ان كلاسمة، والاخر هو اللي راح يروح، ولكن المام اللي يروح لازم يكون فخور بنفسه انه اليوم درتو حاجات رائعة اللي عجبتنا بزاف. كنت خايف، جيتي سورة 90% ولا 99% باللي راح نخرج. لازم تقولوا لنا دوك شكون الزوج اللي هم رايحين يواصلوا الحلم، باش نعرفوا شكون يا للاسف اللي راح يغادر المنافسه. تفضل شيف رابح. الاول فيكم راح يطلع مع اصحابه، يطلع الاول والاول والاول، باسكو تاع السهر بعد الزوج الاخرين دائما نقولوا له باللي قادر على شقاه، ميم صح يدير بزاف لي زيدي وما يلحقش بيهم، مي اليوم شعلت له اللمبة وكمل كاع لي زيدي ديالو فلاس وفرنس، مي كمل لي زيدي وخرج لنا طبسي دريساج ليغو لي تيكستور الخدمة لا كويسون تاع لابوار لابوار كرو، وزيد عليها من الفوق هاديك لا كريم شونتيي تاع الفليو. مبروك عليك خويا. ميرسي ميرسي بوكو. كي قال لي دارنا لا شونتيي بالفليو، تماك عرف طارت خلاص خلاص طارت في السماء. جيتي سور باللي كي امي هضروا على يوسف، يوسف اليوم طرطقها طرطقها، برافو عليه، جو سوي تري تري فير دو لوي. عيشة عبد الرزاق، واحد فينا ما هو حاب يكون في بلاصتكم اليوم، ضغط كبير على بالي، لكن كما فهمت دوك واحد فيكم هو راح يواصل المغامره ويحلم بماستر شيف 2017، والاخر يا للاسف راح يغادرنا دوك في هذه اللحظه هذه. شت يوسف طلع هو الاول، قلت سي بون اليوم شكيت شو منا خفت يعني، شكيت قلت بالك اليوم نخرج انا، بقيت غير انا وعيشه السول تروك اللي راهو في راسي جو بار اسبوار، وراني متاكد باللي انايا هو اللي نخرج، بقى لي غير هذاك ال 1% تاع المعجزه. شاف مالك على بالي مسؤوليه وعلى بالي ما تحبيش هذا الشيء، لكن انت راكي راح تقولي لنا شكون اخر واحد تاهل الاسبوع الجاي. تفضلي. قدامي زوز طباخين ماهرين، عمري ماني باش ننسى الباناكوتا ديالك، وعمري ماني باش ننسى الجو اللي درتهولنا في وهران. الزوز اليوم عملتولنا حاجات رائعين، كي صعبت علينا العملية حاولنا نرجعوا للأساس متاع التحدي متاع اليوم اللي هو الخدمة على الأنزاس، وهوني فما واحد منكم خدم أكثر شوية من صاحبه، والإنسان هذا هو عبد الرزاق. صحتك فاز بطنكا الما توجور بورتي بونوف. ميرسي. اليوم تأثرت بزاف باسكو ما كنتش نستنى فيها، جابوني كونتر بي، كنت متأكد باللي راح نخرج اليوم سلكت. عايشة عايشوشة، التحدي اليوم كان خدمة لنزاسة خضرة وطيبة، في الطبسي ديالك ما لقيناها غير خضرة وإلا أنجيل، وهاوك علاش اليوم باش نتفارقوا معاك، لكن هذه نصيحة من عندي ومن عند لي جوري الكل، واصل راهو عندك حاجة بين يديك، عندك كنز بين يديك تنجم تزيد تطوره، أما واصل واصل واصل، راك تو ميريت كل شيء. حزنت تأسفت، كانوا طموحاتي كتار، كنت باغي نزيد أو موا مع لي كات فينال ولا لي تخوا فينال ولا، مي كيما نقولوا الأحسن هو اللي يربح. عايشة لو كان طلب منك تردي لنا المئزر تاعك تكرهيني؟ تولي تكرهيني؟ لا لا لا، بصح قبل ما تردي لي المئزر تاعك، ماذا بيا الا حبيتي تهضري مع لي شاف تقولي لهم كاش حاجه
حبيت نشكر كاع لي شيف، نشكر كاع لا برودكسيون، كاع الناس اللي واقفين برا الكاميرات واللي ورا الكاميرات. نشكر الرفقاء نتاعي، نتمنى لهم مشوار مليح. فريمون صح راني متشرفه باللي شاركت في هذا لو بروغرام، شفت كيفاش داير، تعلمت من لي شيف، من كامل لي شيف، كل واحد هزيت منه حاجه. ماستر شيف ماشي تجربه برك تاع طبخ، تعلمنا وعلمتني انا بزاف صوالح. با بريزونطاسيون راكي داخله في المستوى تاع ماستر شيف اللي رانا نحوسوا عليه. انا عندي في الدريساج راكي الاولى، لي كولور تروز اليمون، الحم اليمون سنترال. ثاني كنقول للناس اللي يحبوا الطبخ وكلش، قولهم فازي روحوا ماركو انسكري، بالك العام الجاي تكون انت ماستر شيف، وكان حتى ما تكونش ماستر شيف فريمون انا ما غاديش نكون درك ماستر شيف، مي تدي من ديك التجربه بزاف صوالح، بزاف صوالح تعلمهم، تجربهم، تسلي روحك فيهم، اللي بالك اهم من هذاك النتيجه تاع ماستر شيف. ابداو لي منا من الاخر، انت يا عائشه فهميني هاد زوج لي بروبليم. انتوما الصوره زعما لا فيكتوار نتاعكم اليوم سي عائشه. ماستر شيف تبان لي مغامره العمر، وشكرا اللي عطيتوني هذه الفرصه. في الأسبوع المقبل من ماستر شيف رايح يكون على المترشحين ستة اللي مازالوا في المنافسة يخدموا تحلية بمكونات غير متوقعة، ومن التحدي الأول واحد منهم رايح يتأهل مباشرة للربع النهائي. هذا الاتجاه صحراء الجزائر، وين الطباخين رايحين يتواجهوا مرة أخرى في فرق. عبد الرزاق يباس عبد الرزاق. وفي الاختبار تحت الضغط سيقصى متنافس غير متوقع في جو مليء بالمشاعر. ماستر شيف أكبر مسابقة طبخ للهواد في العالم تعود إلى الجزائر في موسمها الثالث. هنا في هذا لاتولي اللي راكم رايحين تفرحوا تتقلقوا تتنافسوا بالك تتجرحوا وبالك تفوزوا بلقب أحسن طباخ هاوي في الجزائر. أنتم من هواة الطبخ؟ راكم حابين طوروا معارفكم في الطبخ على يد حكام استثنائيين؟ راكم حابين تعيشوا مغامرات لا تنسى في مناطق مختلفة من الوطن؟ إذن جربوا حدكم باش تتحصلوا على لقب ماستر شيف الجزائر الموسم الثالث. سجلوا